بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن إنارة الشوارع باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، أو اللي احنا بنسميه الستريت لايتنج يوزنج، تمام، السولار انرجي. قبل ما أبدأ في إن أنا أقول إيه مزايا، تمام، الإنارة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، هبدأ أتكلم عن عيوب الكشافات أو الإنارة التقليدية. في أعمدة الإنارة التقليدية عندنا مشكلة كبيرة جدا، لازم تكون شركة الكهرباء موصلة خدمة الكهرباء للمكان اللي احنا عايزين نوصل فيه أعمدة إنارة. طبعا أعمدة الإنارة زي ما احنا عارفين بنبقى موصلينها مثلا على الطرق السريعة أو الطرق العامة. مشكلتنا إن شركة الكهرباء ما بتبقاش موصلة كهرباء، أو ما عندهاش سب ستيشن، محطات فرعية بتغذي كل الأماكن اللي موجودة في الصحراء دي. فأكبر مشكلة بتواجهني دلوقتي في الأماكن البعيدة عن العمران إن أنا لازم أبدأ أعمل محطة طاقة كهربية عشان أبدأ أغذي أعمدة الإنارة، تمام، باستخدام أنظمة التغذية التقليدية. يبقى أول مشكلة عندي في أعمدة الإنارة إن أنا لازم يكون شركة الكهرباء عندي موصلة، تمام، مصدر تغذية لهذه الأعمدة، وهي منتشرة في أماكن كتير، طبعا منتشرة في أماكن بعيدة عن خدمات شركة الكهرباء، فدي بدأت تظهر عندي مشكلة الإنارة التقليدية. رقم 2، انا دايما لو انتوا لاحظتوا الاناره اللي موجوده على الشوارع في الهاي واي، تمام، او في الشوارع الفرعيه، احنا بنستخدم نوع بنسميه هاي بريشر صوديوم، تمام. في الشوارع الجانبيه او الفرعيه بستخدم اللو بريشر صوديوم. من احد مشاكل الصوديوم ان بيعمل عندي عدم استقرار في الرؤيه، وده بيسبب مشاكل وبالذات في الطرق السريعه لبعض الناس اللي بيبقوا مثلا سائق سيارة او كده، فبيعمل معاه مشكلة وبيبقى لونها غالبا، تمام، لونها اصفر، فيها مشاكل في الزغللة وعدم انتظام اللون، تمام، من ناحية انواع الصوديوم المستخدمة في انارة الشوارع. رقم 3، عندي مشكلة ان ممكن اي حد ياخد من البوكس اللي موجود في العمود بتاع الانارة ويسرق الكهرباء عندي، تمام، يوصل اي توصيلات يقدر ياخد من العمود كهرباء، وبالتالي تحصل عندي مشكلة. المشكلة الرابعة ان الكشاف نفسه بيبقى العمر الافتراضي ليه، تمام، عدد الساعات بتاعة تشغيل الكشافات الصوديوم بيبقى قليل، تمام، وبالتالي بيبقى عندي مشكلة اني انا محتاج اغير الكشافات كل شوية. الحاجة 5، ان انا بستهلك كمية كهرباء كتيرة، او بنسميها ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية. طب ايه الحل لكل المشاكل دي؟ ايه الحل لكل المشاكل دي؟ ان انا اصلا بستخدم كهرباء من شركة الكهرباء الطبيعية، ممكن الكهرباء تتسرق، ممكن يحصل عندي زغللة نتيجة استخدام الانارة اللي هي الصوديوم، تمام، بستهلك كهرباء عالية. طبعا انتوا عارفين التوجه دلوقتي كله يا شباب ان انا اقلل نسبة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وده الترند العالمي اللي احنا شغالين فيه حاليا. عشان ابدأ اقلل انبعاثات نسبة ثاني اكسيد الكربون، عشان ابدأ اركب اعمدة انارة موجودة في اماكن بعيدة عن خدمات شركة الكهرباء، لجأنا لاستخدام الحل بان انا اعمل اعمدة بيتم انارتها باستخدام الطاقة النظيفة او الطاقة المتجددة اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها، أنظمة الطاقة الشمسية. طبعا أنظمة الطاقة الشمسية العمود باللوح الشمسي بالبطارية بالكشاف، ما ببقاش انا محتاج ان شركة الكهرباء تبقى موصلة عندي، تمام، سب ستيشنز عشان تبدأ تغذي هذه الأعمدة. طبعا العمود انا باخد العمود بيبقى انديفيدوال، العمود لوحده مش واصل بشركة الكهرباء، ودي ميزة بتبقى خطيرة جدا، وبتعالج عيب كان عندي موجود في الأنظمة التراديشنال، ان انا كان ممكن اوصل كذا عمود 10 أعمدة على نفس الخط، فلما يحصل ان انا عايز اصين اي عمود لازم افصل 10 أعمدة عشان أبدأ اعمل صيانة بفصل من الخط الرئيسي. اما انا في انظمه الطاقه الشمسيه اقدر افصل كل عمود، كل عمود مستقل مع نفسه، اقدر اشتغل عليه لوحده، تمام، باستقلاليه.